في فقرة انتم بتحبوها جدا الحقيقة في برنامجنا صباح البلد، وهي متابعة الأسعار في مختلف الأسواق. النهاردة احنا في سوق العبور عشان نعرف أسعار الخضار والفاكهة مع زميلتنا الموجودة هناك دلوقتي نورهان عادل. يا صباح الورد عليك يا نورهان، طمنينا كده ايه آخر الأسعار عندك الجملة؟ صباح الجمال يا نهاد، وصباح الجمال يا احمد، وصباح الفل على كل مشاهدين صدى البلد في كل مكان. طبعا زي ما انتم عارفين جولتنا الاسبوعيه المعتاده في سوق العبور نعرف فيها الاسعار مع بعض سواء كانت خضار او فاكهه. عشان كده احنا النهارده موجودين هنعرف معاكم اسعارهم يعني سريعا كده، عشان خاطر زي ما انتم شايفين ورايا طبعا بتنجان. هنتكلم النهارده عن البتنجان، هو يعتبر من اكثر انواع الخضار اللي فيها عناصر غذائيه مفيده للجسم. فسريعا خلوني ابدا معاكم باسعار الخضار. سعر كيلو الطماطم من 8 ل 15 جنيه جمله داخل سوق العبور، البطاطس من 11 ل 21، البصل الابيض من 6.5 ل 9.5، البصل الاحمر من 5 ل 7، الجزر من 7 ل 11، الفلفل البلدي الحامي من 7 ل 11 برضو، الفلفل الالوان من 20 ل 30 جنيه، الخيار البلدي من 9 ل 13، الخيار السوب من 14 ل 20، الثوم من 45 ل 75 جنيه، الليمون من 4 ل 9 جنيه، برضو دي اسعار جمله. الفاصوليا من 35 ل 45، الملوخيه من 4 ل 7 جنيه للكيلو الواحد، الباميه ب 50 جنيه النهارده في سوق العبور. وكمان يعني خلونا اقول لحضراتكم بالنسبه لاسعار الباميه، فما فيش اختلاف كبير ما بينها وما بين سعرها الطاعي بره. كنا الاسبوع اللي فات موجودين في سوق الويلي، كان سوق تجزئه الطاعي، كان في برضو سعر كيلو الباميه من 40 ل 50 جنيه. البتنجان هنتكلم بقى على البتنجان مع احد التجار اللي موجودين في سوق العبور، وهو المعلم محمود، هيعرفنا على انواع البتنجان واسعارها ايه النهارده. صباح الفل. صباح الخير. ايه الاخبار؟ تمام. عايزين بقى نعرف منك النهارده، معلش يعني تعالى كده شويه، نعرف منك اسعار البتنجان النهارده وانواعها يعني بمختلف انواعها. ماشي، عايز تعرف السعر ايه؟ قول لي سعر البتنجان الرومي النهارده. الرومي من 3 ل 5.5 ل 6. الابيض من 5 ل 7، برضه من 5 ل 7 متقاربين. البتنجان العروس، انا يعني اسمع ان البتنجان العروس يعتبر احسن انواع البتنجان. اهم حاجه البتنجان العروس، عايزين نعرف من 5 ل 7 العروس هو احسن حاجه بتحش العروس. والابيض برضه تمام. قولي انا معاك. البتنجان المخدد، المخدد من 6 ل 8. يعني ايه اكتر المناطق اللي البتنجان بيجي منها بتكون كويسه، او البتنجان بيبقى اجود انواع البتنجان منها؟ البحيره والشرقيه، وفي الصعيد في الشتاء من شهر 11 مثلا لشهر 3 4، والشرقيه من نص 9 كده، من نص 8 9 لحد 11، برضه 12 بيبقى موجود. احسن المناطق اللي فيها البحيره برضه بتشتغل من شهر مثلا 5 ل 9، يعني هو حاليا بيشطب، كمان اسبوع 10 ايام ما تلاقيش البتنجان بتاع البحيره. قولي له يا نورهان لو عنده فكره عن سعره كمان في الاسواق العاديه مش بالجمله، يعني التاجر اللي بيشتري منه يبيعه في السوق بكام؟ ماشي، هنعرف طبعا الاسعار بالقطاعي بره هتبقى عامله ازاي، ولكن خليني في البدايه اسالك، انا مثلا كزبونه يعني احيانا ما باجي اشتري البتنجان بلاقي فيه بذر وطعمه مر، فانا ازاي افرق ما بين البتنجان الحلو والبتنجان المر؟ او اعرفه ازاي؟ البتنجانيه سمراء وطريه دي تمام نظيفه، ولو ناشفه يبقى فيها بذر ومرره، بس فالناشفه بلاش. يعني احنا واحنا بننقي يا نورهان ننقي الطري، والطريه اللي تلاقيها طريه دي بتنجانيه تمام، يعني فيها علبها ابيض ما تلاقيش فيها بذر. ما خليني برضو اقول لك على حاجه، يعني دلوقتي البتنجان يعتبر من انواع الخضار الحساسه اللي بتبوظ بسرعه، فانا لو انا جبتها طريه وسبتها عندي ما هتبوظ، يعني هتلاقيها دبلت كده. لا هي لو دبلت يعني مش ضرر ليها، وبعدين ما تسيبهاش في الكيس، في الكيس اللي انت بتشتريه فيها ما تسيبهاش فيه، طلعها من الكيس حطيها زي ما هي في الثلاجه كده، مش هيجرى لها اي حاجه، حتى لو دبلت عادي يعني. ما دي مش لا مش القصد، بس هي مش ضرر ليها يعني، فاهمه؟ البتنجانيه لو دبلت شويه عادي يعني تفتحيها قلبها زي ما هو ما فيهوش اي حاجه. طيب يعني انت دلوقتي مثلا اتكلمنا على اسعار البتنجان بمختلف انواعه وقطاعي، عندك معلومه بره عفوا اتكلمنا عنها جمله، عندك معلومه بالقطاعي بره عامله كام؟ لا بصراحه.
عشان انا لما بعوز باخد من هنا يعني البيت عندي. بس هو ممكن بره لو هنا بخمسه ممكن يبقى هو بره بعشره بثمانيه، وفي ناس بقى على حسب برضه المنطقه اللي حضر اللي بيبيع فيها. المنطقة زي ما بنأكد أيوة. كل مرة الأسعار بتختلف من منطقة لمنطقة. اشكري المعلم يا نورهان، اشكري المعلم، بتلاقي فيها الدنيا ده أصغر معلم في سوق العبور. شكرا ليك، انت رحتي يا نورهان ده أصغر معلم في سوق العبور وانت بتقدميه وبتقولي المعلم، انا قلت بقى يدخل المعلم، طلعوا المعلمين دلوقتي بقوا شباب صغيرة. لا لا ده ابن المعلم، ابن المعلم. طيب خلوني اقول لكم على اسعار الفاكهه النهارده في سوق العبور. طيب سعر كيلو البرتقال الصيفي من 12 ل 17 جنيه، العنب البنفسجي الاصفر من 20 ل 35، الاحمر من 20 ل 35، البلح البرح من 15 ل 30، الزغلول من 11 ل 17، الجوافه من 8 ل 20، الكنتالوب من 8 ل 14، الكمثرى الخشابي من 15 ل 35، الافوكادو بيتباع النهارده بالكيلو في سوق العبور من 90 ل 150، العنب الكريمسون من 30 ل 35. دي يعتبر كانت جولتنا النهارده سريعا في سوق اسعار الافوكادو. الاسعار النهارده انت قفلتي لي يومي بسعر الافوكادو في سوق العبور وسوق الجمله، ووصل ل 100 وكام يا نورهان الافوكادو؟ 150. شكرا جدا نورهان عادل، نورتينا. وتروحي سوق العبور تاني يا نورهان. نهايه ثابت الخيار والطماطم والبتنجان وراحت للافوكادو. بس اقول لك على حاجه، متجمع. عشان هو فاكهه مهمه جدا. لا احنا بنشكر طبعا زميلتنا نورهان عادل على مجهودها الجبار الحقيقه اللي بتعمله دايما من اسواق مختلفه عشان تجيب لحضراتكم الاسعار. لكن مش لازم نشتري افوكادو خالص. لا لا خالص، بتحبوه في السلطه وكده؟ طبعا، بس يعني لا، هو داخل عليا الصبح مبدئيا بكوبايه الماتشا، يعني مش بيشرب زينا كده كوفي وراجل متواضع، راجل بيشرب ماتشا يعني. ماشي.